السلام عليكم الخوت، معكم بلاك بايكر. فيديو جديد اليوم غنبارطاجي معكم واحد لا فيديو ديال المطر كاع اللي دزت. هذا سون 3 سبور موديل 2006، دوزته كنت خديته ب 3000 درهم. المهم دوزته حتى هو ابتداء، هو اللي بديت به. ثاني موتور دوزت هو الابريليا اس ار موديل 2009، حتى هو شنقول لكم موتور 50 ياماها، مزيان سكوتر مزيان. دابا غادي ننتقلوا من مرحلة ديال السكوتر للدوكر الفيفتي ايطا دوكر اللي معروفه بالطوبه 120، كانت في الماكينه جروب كبير. حتى هو تقريبا فين اول مره غادي ندير الفيتيس او لومبرياج. كنلقيت واحد المشكل في الاول لومبرياج وداكشي، مي تعودت عليه. مي الله يعمر هذا راه الدوكر موديل 2015. صراحة الموتور زوين، دو بلاص في طلعه في كل شيء، بريباراسيون حتى هو بالنسبة لي بينيو وداك الشيء. من ثم ننتقلوا للبيكان المعروفة بالغزالة بيرفورمانس، ماكينة 110 موديل 2018. صراحة الموتور زوين ونقي وواعر وديزاين زوين، كل شيء فيه زوين صراحة. يلاه كانوا خرجوا تقريبا لبيكان تما بالنسبة للغزالة. ابري الخوت دوزت هذا الموتور، من بعد خديت لو بيكان ريبيرون. بيكان ريبيرون الخوت هادو موديل 2018 حتى هي، يلاه كانت بانت بيكان ريبيرون 110 في الماكينه. صراحه خديتها جديده روداج، خديتها جديده دوزت بها حتى هي اللي خصني. البيكان ريبيرون كانت الخوت ما شويه ديال كان شي شويه صراحه، الموتور صغير ماشي موتور كبير. مي دابا ننتقلوا للبينيلي. الور البينيلي الخوت الفي ال كا الفي ال ار عفوا، كانت ديزاين جديد مزيان، 150 في الماكينه، موتور زوين بزاف البينيلي. كانت هنا الخوت واحد الفتره تقريبا ديال لي شهر كسبت هذا الموتور، هذا السوزوكي الجي اكس ار 600 في الماكينه. صراحه الموتور واعر بزاف الجي اس ار، اللي كيعرف الموتور هذا السوزوكي خطير جدا. موديل 2009 حتى هو ماشي ما يعني ما دوزت فيه بزاف، يعني تقريبا شهر وصراحه صافي ونحيدو. اخر موتور الخوت اللي كسبت هي الاطلس بونتير كريك بي ار، كان خديته من لا ميزون حتى هو روداج، ماكينه 50، مي درت ليه ماكينه 127. موتور حتى هو زوين صحيح، تقريبا بحال البينيلي، مي هو ماتريكيل صغير. صراحة هو موتور اللي هو اللي عندي حاليا، موتور زوين في الطريق مزيان في كل شيء، ديزاين كانت درت لي غيدون بريباراسيون ريزوما. الوغ الخوت تهلاو فراسكم، نتمنى انكم يعجبكم.